اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من قناه كينج هيستوري، القناه بتتكلم عن كل الحضارات من بدايتها لنهايتها. والنهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا عن التخطيط الهندسي لهرم الملك نفر إركارع، ملك من ملوك الاسره الخمسه. ولما نلاحظ مع بعض التخطيط الهندسي لهرم الملك نفر إركارع، هنلاحظ جدا ان التخطيط ده ما كانش بدايه من حكم الملك نفر إركارع زي ما في كتير من علماء الاثار فاكرين حاجه زي دي. لا، التخطيط ده بدأ من حكم الملك ساحورع. وهنلاحظ التطور الكبير اللي حصل في التخطيط الهندسي لمجمع أهرام الملك ساحورع. وملك ساحورع اهتم جدا بالزخرفة وأهمل لحد ما الحجم الهائل للمعبد الجنائزي أو معبد الوادي أو الهرم بشكل عام. لو هنقارن بين اهتمام الأسرة الرابعة بالزخارف وبين اهتمام الأسرة الخامسة بالزخرفة، هنلاحظ الفرق الكبير جدا واللي لاحظناه في مجمع أهرام الملك خوفو، واللي بيعتبر واحدة من عجائب الدنيا السبعة. واللي لاحظناه ان مجمع أهرام الملك خوفو كان فيه حوالي 100 متر طول، حاجة زي صالة أو حجرة فيها حوالي 100 متر عبارة عن زخرفة فقط. 100 متر طول جوه مجمع أهرام الملك خوفو عبارة عن زخارف بس. ولو رجعنا لنفس المثال في الأسرة الخامسة بس المجمع أهرام الملك ساحورع، هنلاحظ ان مجمع أهرام الملك ساحورع فيه 370 متر طول من الزخارف. وهنلاحظ انه من عهد الملك نفر إركارع تم الاهتمام بالمساحة التخزينية على حساب المساحة مجمع الهرم بشكل عام، وده لو دل على شيء هيدل على اهتمام الكهنة بالعبادة الجنائزية عن العبادة بشكل عام. من الحاجات اللي بتدل على الكلام ده ان معظم الاثريين اكتشفوا جوه اهرامات ملوك وامراء الاسرة الخامسة عدد كبير جدا من الاواني الفخارية، والاواني عموما كان معظمها مكسور او غير مكتمل. وده لو دل على شيء هيدل على ان ملوك وامراء الاسرة الخامسة ما كانوش مهتمين بالمحتوى التخزيني وكانوا مهتمين بشكل اكبر بالزخرفة. وبتتكون المجمعات الهرمية في عهد الدولة القديمة من خمس اجزاء رئيسية، هما معبد الوادي والمعبد الجنائزي والطريق وهرم العبادة والهرم الرئيسي. في نفس الوقت لو ركزنا على مجمع اهرام الملك نفر إركارع، هنلاحظ ان هو بيحتوي على عنصرين اتنين بس من العناصر الرئيسية اللي احنا ذكرناها، وهما الهرم الرئيسي والمعبد الجنائزي بس. وتم اختيار معبد الوادي والجسر واللي كانوا معمولين في الاصل عشان يتعامل عليهم النصب التذكاري الخاص بالملك نفر إركارع، اختارهم بدلا عنه الملك نيوسرع عشان يعمل بيهم المجمع الجنائزي الخاص بيه. عشان يكتمل تخطيطه بناء مجمع الاهرام الخاص بالملك نفر إركارع، اختار الملك نوع من الطوب، هو الطوب الحجم الهائل زي الطوب اللي اتبنت بيه اهرامات الجيزه الثلاثه، عشان يكتمل بيه النصب التذكاري ويكتمل بيه السور اللي هيحيط بمجمع اهرام الملك. ودلوقتي هنبدا كلامنا عن الهرم الرئيسي في مجمع اهرامات الملك نفر إركارع. وبالنسبه للهرم الرئيسي، هو في الاصل كان المفروض الهرم الرئيسي يتبني على شكل هرم مدرج زي هرمات الاسره الثالثه، بس بدلا عن كده اختار المهندسين ان هم يعملوا هرم كامل. بس ده طبعا ملوش اي علاقه بملوك الاسره الثالثه، لان كل اسره في عهد الدوله القديمه كان بيحب يكون ليها الطراز الخاص بيها او الشكل المعماري اللي بيميز اهرامها عن اهرامات اي اسره ثانيه. وبالرجوع لعلماء المصريات، هنلاحظ ان الدكتور عالم المصريات ميروسلاف قال ان في علاقه تكهنيه بتوضح ان الملك نفر إركارع كان مؤسس لسلاله او لاسره جديده حاكمه لمصر، وده ليه علاقه كبيره جدا بالشكل الهرمي اللي اتخذه لمجمع اهراماته. وبيعتقد برضو ان كان في علاقه سياسيه ودينيه دعته لبناء هرمه بالشكل ده. وبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده، وطبعا انا بعتذر لكم اعتذار كبير جدا لاني عارف قد ايه انا اتاخرت عليكم في نزول الحلقه دي. معلش انا كان عندي ظروف وقناه طبعا بمر بظروف، بس اوعدكم ان دي تكون اخر مره وان شاء الله مش هتتكرر تاني. وان شاء الله الحلقه الجايه هكمل كلامي معاكم عن التخطيط الهندسي لهرم الملك نفر إركارع، وهتلاقوا اللينكات بتاعتي كلها تحت في الديسكربشن. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.